سلام الله عليكم كلن طفل الفرس دي على كذا وهذا ورك التلفزيون ككونفور قلب الصومالي استوديو ده حمق على ده بيدا وركن ولا بس ينلا دي أرينو ماري نور إبراهيم قد بدو نسينها نسين كفرس دول تام ولا بأكمدها وزير كهولها جود الدولة ده كونفور قلب أكو هذا لي أرمك سابسون دولة كدولة وزير كمالية ده حكومة ده فدرال كالصومالي وحد رواي لباتن كمليان أكو تاغر تي يوروب عيدو مدن نبسوغي ده قيب تبراوية فوليه دي هول غلا قرشيسان مناسب لك أول مريائي قبلوغي كالمو هرقو غلان ترتان كا قران كا كريم كا أولاك قبضي مغالا ده بايدبا فيرس دي الأخبارات كبنان كون السينهاين ولي باكو مدها مرايكن كو حيرادة كروغي هور جوغيالي شخصيار أو حرير اللي أرقك حسادة فيرس دي الانسي ولي بهاينا قد بودن كد دور كنا وركان احتنا كده وادا وركي أوفيسون وزير كهولها جود الدولة دكان فرق البيت أكو هذا لي أرمك ساب سنرول كدولة دا. بسم الله الرحمن الرحيم شرعان شرعي قد كل أراو دولة البيت كو فرق البيت سد أنا مرة بدن كنا نجي شرعان أنت اللي هنصار نكهر شانسنا كهر أنت مدحوين عبد العزيز لفت كريم اسم مدحوين كنا جانا ودن كان لباتوين بدن يد الحكومة رئيس كجرتي سقابس شو هادين غرفة الدعوين هادين غرفة الدولة الدولة هادين غرفة الدولة جارك أول سكهايس هادين غرفة المدرسة رئيس إن إني قادتك conflict oo majray oo ka saabsan marka madaxweynaha istaraatiijiyada qaadi oo haayti madaxweynaha isni oo totally bataatan dambad loo kulan xukunka la rooji ila ay sharci loo kulan xukumo la kala marka sharcun horta saasa ka kooy an antii liin magacawna ku horana kooy golii wasiirada hajeediyeen ka baad baarlamaanka la jeeyay ka baadna madaxweynaha isni madaxweynaha dekretaha ka saari markaas ka baadi ana li magacawna siibka ilaahay ku weelay kooy sharciga dhulka marka sidaan door jaran kan nagayba wasaaradaha qusayta arimaha dhulka iye madar rais ene ye gudduk ka gudduk kamid een hadii naga fadhi wasaaradda arimaha gudaha hadii naga fadhi wasaaradda beeyada hadii naga fadhi wasaaradda qorsheynta hadii naga fadhi wasaaradda beeraha hadii naga fadhi wasaaradda oo madar rais ene beeyada waba sheegi hadii naga fadhi qof oo ku socdo xuquuq insaanka ama arimaha bulshada oo la leeyo qof madar rais ene yek jir meel kale jir xuquuqinta gudiga ka jirta adag u yiraan todoba qof oo yek koobay gudiga أنا أول مرة الوزارة دي أقولها جود أو شقدي أتنا جودومية كأها مرة جود جاس أنا مرة لكم مرة لكم مرة كأنا جانا شعري جاس مرة كلها نسيك بعد تلاوذ كوا نقادني ولا هايته وقت جود جي إلنا مقعو جود جي مدافعين عبد العزيز مقعو كبعد جود جي وينك ويل ذي فدي ويل ذي إني فهم ما وقت جود ملاو مئين شعري من نوع مئين إني اللي فهم شيء مرة وقت شعري النوع عصو كبعدنا وي جود بني إني أو شعري دكان كلا إذا ما سنت إن صدر الصوت ودك ودن أو بربري دجال سكين آفيين دت كنا في وين باهنين إني أو وعيقلين نصوبي وين باهنين إني أو ما درى لفهم سي دولة نمد وليت لفهم سي هنتي تطول كت دولة اللي شيعو داد مينس وهنتي أم ذات وعي هالقف ملة لما قفوا ملة سد هقفوا ملة ومدد هناك وضع حيد صوبته لوكاس مركي الله هلاي ويلك يا بيت دولة نهورين إني يوقف لوكاس حوق أنك قادرنا من الدكتين دبوجينين أنصوبين أما قارا العقل سيها تعمل كي لدجي العقل تاسل سيها ومس دبوجينس الأنصوبية ويبوا العقل شعبه كويتي هايتي ساسا والله كسير مركا أول كي دولة داس كله لان أو ما جرى يسوي لان كي شيرت حتى أما لان كي هايس حتى ويبوا ما جرى يسوي إن آخر إني لسه لو تاس شكل ما كجر سبتة وال دندو مركا ما هسارني هانشي هسارني دكتوراتي هسارني أو دكتين كديجان dowladki dowlad in dowladdi ilaah ka yidhi sadar socod mashruuc badan ku wees wadanku sadar door jarba madaraysan madaxweyna ka dhawaaji ama shirki in ka dambeey oo gudoomiyaha degmooyinka la weel dhalay mashruuc ee kooyta ba meel jeeli waysin sababtoo ah haddii loo keenin la haysto dadkina fidiyan wala ku soo biibna danti gud inta la fuliyo marka saas daraadiyad danta sheenti in haddii mashruuc ee kooyta dowladki dowladdu ku fuliyo danta dadkan ka yidhi wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hadhaway 20 milyan ay ku taageertay Yurub
waxa iyana runtii muxuu aha soo baxday in midowga Europe way ku dhawaaqeen inay deeqdii muxuu aha kabka miisaaniyadeeda ina siinayeen inay markaas ay soo daayeen dabcan taas waxa ku timiday wada hadal iyo muxuu aha runtii shirar fara badan oo bariyahan soo socday oo aan baahida aan u qabno iyo inaanan muxuu aha sida loogu degdegay loogu baahanyahay aanu ka wada hadalnay marar badan muxuu aha runtii laga wada muxuu aha shiray ila muxuu aha levelka muxuu aha xafiiska prime ministerka iyo muxuu aha anaga wasaaradii baan si xoog leh uga hawlgalnay marka taasi ayaa markaasii waxay keentay inay markaas ay runtii iyagoo mararkii hore uu ka jiray inuu muxuu aha shuruudo iyo ku sii xilaan dib u dhacna laga muujinayay inay muxuu aha soo dedejiyaan aad baan ugu muxuu aha mahad celinaynaa Yurub inay runtii muxuu ahaayay ay Soomaaliya taageereen xilli adag oo markaas ay u baahan tahay muxuu ahaasay ay dhaqaalahaas ay u baahan tahay waxaan rajaynayaa wada qabsiga Yurub iyo midowga Yurub iyo Soomaaliya inuu mid soo jireen ayuu ahaa inuuna sii jiri doono sii xoogaysan doono waa ku mahadcelinaynaa muxuu ahaay safiiradda iyo intii kasoo qayb gashay muxuu ahaa kasoo shaqaysay hawshan iyada ah runtii waxay tahay runtii guul weyn iyo waxqabad xilli loo baahnaa ee ku yimiday weey aad baanan waxa ugu bogaadinaya uguna mahadcelin ciidanka nabad sugidda qaybta baraabo howlgallo qorsheysan suubi faafaynta warkas walbana wariyagan Cabdullaahi Jal ciidamada nabad sugidda koonfur galbeed qaybtii magaalada baraabo howlgal qorsheysan iyo ku fuliyana gudaha magaalada iyo deegaanada ka xeeran howlgalkii oo bakooy kureed markii xoga sirdoon iyo helan ciidamada way baana sigaaray lanka beegsadahay gobolka Kitumaa iyo shabakad iyo iskihiraaska lahaayeen magaalooyinkaas Umar Yaalow taliyaha nabad sugidda degmada Baraawo oo hoggaamiyay howlgalkii oo bulshadu san sheegay inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo waan sidii lanku horseeday lahay dhagarta dhanka kale taliyaha way baa soo saaray in howlgalkan uu sahado doono kosi joogto ee amniga lanka xaqiiji doona dhowrkii maalin la hadafay ciidamada nabad sugidda koonfur galbeed qaybtii magaalada Baraawo iyo deegaanada iyo tuulooyinka ka xeeran iyo ka sameeyeen howlgalo gaar oo dhamaantii oo la ka burburiyay kontoroolada argagixisada iyo ku hela jireen lacago fara badan dhamaan howlgalada iyo ba si wada jira ununku mahadeliyaan ee Italiyaha shacabka iyo darawalada gaadiidka oo ku shaqeeyo sidii lan sugu lahay la amaanka magaalada Baraawo Cabdullaahi Ibrahim Maxamed telefishinka dawladda koonfur galbeed magaalada Baydhabo munaasabad la ka abaalmariyay gabdhoogii kaalmo hor ku galay tartanka quraanka kariimka oo la ka qabtay magaalada Baydhabo faafaynta urga soo libanay wariyagaana Faisal Dhaayo walladhi awhayna ilayka minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima bayna yadayhi in الله بعباده لخبير بصير مناسبة لكيرا يترتن كجبره يفديسون قرآن كريم كوري جي لماد يسند كون خقب دي مقالة بيدبا ويبها أغا سنتي مؤسسة ضاها الخيرية ويبانا كترت ماي جبره لاكو شهري مداريس دي قرآن كريم كدقموين ك برها كوية بيدبا ويبانا كالمهر كقلشان جبره دا meelka arintku waa dadku gali tartanka Hawa Abdullahi Aadana maamulaha muassasada Daha Al-Khayriya Sheikh Abdul Fattah Daha ee faafayay kubi tartanku marhaladii uu sahmaray iyo wariyabo ay ku guuleeyna geekama in kulmagna tartan oo sanadkii lamaad magaalada Baydhabo la ka qobadahay waana lan qobadahay gabdho xaafidul Qur'aanka tartankaas oo la mukun labaatan iyo lamadii la bilaabay la mukun labaatan isii de sanadkun ayna sanadkii lamaad la gili tartankaas oo wareejay koowaad ha bilaawday bil shacbaan hatana may la raayi wareeginka dambuu isreebreebkii soo don gabdhood ha gudubeen geeka aan fadhiina ya ilaahay gaasanka mahadiyana tartankaas walaalayaal soo donki gabdhood ha gudubeen ya geeka shalbajo ee gudi shan qof ee Ashraf Ibrahim Sharif Abdullahi Ali As-Sarmani Iwiye oo ولا نزكي على الله احد ان ادد لك كرسوي يا ان ديبني ولي لشينا ولبا هادان ولي يوشينن يا كقنع سنن ترتن كميلن كدنلي ميلن كدنليا ان غبدوغان خير كلجيليسي قران كلجيليسي امته وينو تبي وي ددالهي اركتن ددالك ان ددال لك دار
إلهي هجي مناسبة حريتان كترتن كوي باهو قيب غلايا غاسمها قودة وزارة دهو لها قودة دورة كونفور قلبات شيخ عبدالله والمودين كشال كوي مغالا ده مقدشا قروي إيا دقمد حدر وديال كتلاقن كا والدين معلمين أرضي إيا مرتشرف شرق ديسن وي برندا مانتي وبوغادينا وانو كمها نغانا ترتن كون قبره فديسن قرآن كريم كا او سند كلا ما لك قبضي مغالا ده بيدبا حفلة داس قيمه بدن لا قولن يعني دتكي جهد يقول جبارك أجل يي أو أنتم دخلقا إنسياني أو يانك ما دعاني سبحانه وتعالى إلهي إني يعني كأبا المريو خير الناس أنفعهم للناس دتك ما يأردن خير بدنا دتك أنفعوا بدن الناس ماري نبغانا عليه الصلاة والسلام الناس عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله رجب هذا بيجلي سقبله قرآن كي سنت كان يسنت كي هرب عاد بالوجود ده علي قبل دك يلي ترتهم لا قبنا يو أمر كي قريسي مركا ونا جاء يا خير كاس استاذ عبد الفتاح باسكلا إن شاء الله إلهي وحلينا عمل كي سخالص وغدي و إلهي سبحانه وتعالى كما نضيعه حقيقة ما يرجعنا هن تذكر قرآن كنت لك أوجاي لكن وقتي ذا ندمه نشاطاتك ميلو مبادناي لكن كيف ما يدري ما هي نهي حقيقة فرحة أو زائدة مرك إني لسي وده تفسير كله كترتمو سنة اللي كترتمو أفتح هذه أس جانب كان أنسرومي جانب كان ده أنسروم إني لهرا خاصة ما مرك يكلي تحسن تانكو بها ولا أنا إيد أنا كفر عشنا قبلوا القرآن كبر الله هاي أو ترتمها ما كسر ما شاء الله قبلوا إيد أم فيلو هاي القرآن كجديد عليه هاي لا خير شيء هذا وعيانا إذا ما سنتين دكتي أو مرتقات كان يفدي إذا دكتي كويب لكن أنتم قبر مؤمنا الدعاء بها ساري أو تبقى قبر حتى سر أنت تنكلا معرفة دي إفو صاحب إيو أرض يتسالك يبياس لقا جي لنك حساري لنوالتريو يسري بدعاء كلي ما يوم حنا غاية لما تذكي كلام كجيه سيدي مؤسسة سيدان طاحة للي وخاصة أستاذ عبد الفتاح لما عجيبه لن تتبدأ مجيلة بلان لها ساري وسوني بأقنا ونرتبه كساي حتى نعرقها ما يرقها بلان بدن وقيك لكفان دين تسلام كجيه لكفان هرمر دي مديرن أقوانتيو إيد ما شاء الله إيتا قرآن شو لأنه يلبس عليهم تلان سوكو نسي إلهي ما يكلام قطوغي أني قور جون هرلين قبر جهد الله كبي إيال سو قرس دي والكون الدنيا ملاه ما يساسن لها قبر دالني وان أباو نغانا ما حتى دالو في ديمقراب بغنا قبر نباو نغانا وانا دالني بفضل الله سبحانه وتعالى ما إلهي قطوغان قبر أني إلهي قور جون نوهجاجي ما يلارغا سنيال كون امتحان بغنجر قبر والبرشة كجرتو لغا قرس دي حلايا سوق طبعه قبرت والبرسيد ان حلاوتي ادي ان حلاي ولكم امتحانات كاس كلي اراده كجرا الهي ما كتوغان ولدقدو او مسون او مترسول كحد هذا قرار كدلدي ان قبرو الهي ان سخر الهي سبحانه وتعالى دغن في الهي ان سخر ونين الهي سبحانه وتعالى من ايبا قبرو يدري اي او بولغي الهي من ايبا ان تنكل ولا ليال هور ان اسن ان سي ودان او لينكو عجزنا يا ما يبو حدر دارمان دل ديبت إني ما يبواها دادك خير كن وذا لك قرب سرما ما يها قلاسة من بابي وتعاونوا على البر والتقوى يها قلاسة رونتي ما يبواها ديغان نذن قرآن كتل ما منعين لكن ما يكاالسة سندها ندنب قابك أو قرآن كما يلا إرهاي هردان ديغان نذن لينكو قرداي إيه حتى قابك عسريق أو جهود عصب أولو بيها إنشال بدلنت حليه دي هر قرآن أو ما يبواها هالقراءة قراءاتكم ذا أو لقياه ما يبغى التجويد هان مركل إيران إني سدي لفظاي خير كل لفظاي إن درس سنين إني ما يبغى هايتي إلى هاي خير سي معلمينتي إن تاسيتي ما يبغى هان دبر أذكتي ومتون ما يبغى هدرسين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إننا إرنوي إن مركل كلها كتب مركا إن ودنك ما يبغى برارك أو دنجا قرآنك إيو ما يلا إراي قراءاتك يها زيادة
مركم تيها إن دتك هتن سرمي أو قراءات كما يبواه تضبط هذا أما تمنك هذا تجويد كي كتب تيس ما يبواه نوعي ذي شلدون كدرسي عين رنتي أول مرن قونة إيه ما يبواه مهدنك يجون مدنين فيصل ده حسين أربعين تكون فرق البيت بيدبا فرس دي الأخبارات كبنان كان ولي باكم ده أمريكان كوحا إرادة قروغي هرجوغيالي الشخصيال كترسن أرقق حسادة حفيز كمرايكان كان قابل سن كنترولة ده حانتدة إيش الشيال كواحدة لعكتة يحا إرادة قروغي لباتي إلي حقف أولك إيدا إني وحيري للايين كوحدة على الشباب حيرات كون يلا قروغي تضب الشركة دود يوضو ليس كنون لكو حسي كانوا كميدة تميشان فضده يالي وقامي قباليدي او مهيم ني الشباب افرميغ الوغان عصته ايهو لوفيايان لحلو حانا صلا الشيغيني او كترسنايين قباري تارحان كدران ايه الشباب قدام فيرس ديال والبا ميلسنين كا ورقة تلفشين كا كونفرقل بي الصوماليا استوديا دحا مقالة دو بايدبا ورقولي باسين ساري محمد مومي محمد مايبان تسين كلا در السياسين او مريا نور إبراهيم انتو ورقو ورشاو كلمان سداسي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرواس نوتايو نوتايو مرواس مرون جوجته اه مالبال اسكهايسد مرقاتدي ولواي محكمتي مايليري مرون الرفات كل شيء والهمودي مرواس نوتايو واللهلي مرحبا ميلكو هبسوي مالكا مركاتو مرون لانه مدقداك قبسوي نوتايو مرواس مرول بالدكومينتي كوكوري مربوها والقاداسة مالت اما مطور مالكا كباسة داسة دكومينتي مالهو رايو مرواس نوتايو كل شيء وموغتين مرواس نوتايو نوتايو دي مرواس اديجي دي ادم قبضات بلشي دمي بكومت اها شلوريجيوكو غريالكي ايبيرو شلوريجيو ku baawurtay dhulka shal wareejow ka hantida guurtida inta ma guurtida eba shal wareejow ka hantida sharciyeysan shal wareejow ka sheerarka shirkado qorowki diyaarayow ka araajida daawooyinka qorowki muamalaadka diyaarayow ka isugow ka heliisida sharciiga waafaqsan diyaarayow ka isugow ka lahaadow ka isla lahaadow ka diyaarayow ka isugow ka damaanada sharciiga waafaqsan hadba bulshooy bed ibe motor ama baawur mootil leh ta marba shal gadaasan marba aysiin ku hoos banay intii san lugadaagtan nootaay او ولي بديرتان نوتايو مرواس انتو نهدا شاني ان كلا قسيبه دن او اديغد شرعيغه ايه يسين كو وداسين موغتين نوتايو مرواس مرواس نوتايو يا ماي بك ياله اغاغارك اكس دهب شيلتي هورا غلو بان ها كورجيت كو هوتيل ديكريو ماركي اد سورنت يماي بارغاس بورك كورن مرواس نوتايو ام ولاي فا فاين تاسدر كل هرير تليفونات لمبريد يو شال ايه ايبريا تدوا افرتيكو 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 ام سمتل كي ايبرلي لما شان سغالن الا ما سغالن الي سغالن يا فر بلشي بلنتين نوتايا سؤنن هلن إليغي شرعي ونظيفة ديك ديك اندرنين وان ديك سنين نوتايا مرواز مرواز نوتايا هذا كهرة أنوير أو تحفيظ كل جناة جدة قبل الزواج هيا وحن هذه حرم المكي حرم كمركز أن تجني لا إمام مؤذن كهو أدمي هو أقيمي لكن إمام كي مجوب أنا مركز أن يرد حقوق أنوير معلن كوضاها وحيقول ده مركز المجال لك شيء حسن صلي بينا وحرم المكي للسعودة صلاة ديان قالي وبجان الصومال صلاة دي انقلي صلاة ركعتك هو سورة الضحى الأخرية طلبات ما حسستي معويسة اي حرنة المرك معويسة انا عادقة مركا الركوع السجود بمعويسة اي دبيس سجودي وانسوق بنا ركوعي وانسوق بنا رفاضة وحان كنت كذا لبركة وحين كذي وحان صوت وصي انا صريرتي دي جيف